صباح الخير جريتو، كيف الحال؟ اليوم عندنا درس جديد، الوحدة السادسة، أوقات سعيدة، عيد ميلاد بلادي، عيد ميلاد بلادي، ناشيونال داي، ناشيونال داي. نعم، قاموسي المصور. حلقة، حلقة، مضيئة، مضيئة، أيوة، رفرفة، اتحاد، بطاقة معايدة، نحتفل، شارع، مصابيح، إنجاز، نردد، نقلب الصفحة. عيد ميلاد بلادي، ناشيونال داي. أستمع إلى الأغنية، يلا 1 2 3 نبدأ. Start. المستوى الثاني، الدرس الخامس. استمع إلى الأغنية الآتية في عيد ميلاد بلادي. والآن استمعنا إلى الأغنية. اكتب الألوان التي سمعتها على السطور الآتية. ما هي الألوان علم بلادي؟ أحمر، أخضر، أسود، أبيض. أعيد الاستماع إلى الأغنية. Again, you can listen the singing. أردد الأغنية مع زملائي في الصف، أتناقش مع زميلي، أتناقش في معاني الكلمات التي سمعناها في الأغنية، نتناقش في فكرة الأغنية. نقلب الصفحة. كلر. والآن نلون العلم بلادي وعلم الإمارات. Your country and the national day from Abu Dhabi, الإمارات, Union Days. إشارة، أقسام الكلمة. The word, how many the word? Yes. What is mean of in the name of the names? اسم، names، فعل، verb، حرف، الألفابت. أحدد الاسم والفعل في كل جملة من الجمل الآتية. هنا قلبي سعيد، جملة اسمية، اسم، نيم، قلبي سعيد، نيم. يجلس في البيت، يجلس فعل،
I help you to write it here. You write again for me. يجلس فعل. Verb. البيت اسم. Name. Noun. في حرف. And علم في القمم. علم اسم. القمم اسم. في حرف. اوكي هلا احتفل بعيد ميلاد بلادي بطريقتي التي اكتب الوان علم بلادي في الفراغات. You write it here. You write it the you write I translate in English. Write the your home country flag. And draw the colors. Okay? انتهينا. Bye bye. مع السلامة وإلى اللقاء في الدرس القادم.